السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات مالكة. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير. مرحبا بالناس جداد معانا. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الكلام ديالكم الطيب. اليوم ان شاء الله غندير لكم فلوق في تيزنيت في القصريات ديال تيزنيت ديال النقرة وديال الذهب، وغنشارك معكم المشتريات ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم فلوق ديال اليوم. احنا دابا دخلنا للقصريات ديال تيزنيت، كيبانوا لكم الحوايج وكيبانوا لكم الحوانت. غنخليكم باش تشوفوا هاد اللباس وهاد البلغات التقليديه الامازيغي، ومن بعد ان شاء الله غندخلكم القصريات باش تشوفوا الذهب وتشوفوا النقره. وان شاء الله ملي غنرجع للدار غنشارك معكم المشتريات ديالي، وغادي نلبس لكم اللبسه امازيغي وغادي نلبس داكشي اللي خديت. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. خليكم مع الصور. احنا دابا وصلنا للقصريات ديال تيزنيت، كيبانوا لكم المحلات ديال النقره وديال الذهب. وبغيت نقول لكم البنات، النقره والذهب ديال تيزنيت عنده القيمه كبيره، انهما اللي كيصوبوها بنفسهم. الا شريتوا شي حاجه من تيزنيت ما غاديش ندموا عليها. وبغيت نقول لكم الا عندكم اصدقاء ولا عندكم العائله في سوس ولا في تيزنيت، ما فيها باس تمشيو تشريو يعني شي حاجه ديال الذهب ولا شي حاجه ديال النقره، يعني عمركم ما غاديش ندموا عليها. وبالنسبه للشلوح، النقره عندها القيمه كبيره من بكري ولحد الان، الدرجات ملي كتزاد عندهم البنت كل مره كيشريو ليها شي حاجه، مره الدبالج، مره الخلخال، مره الخميسه، مره الخوات، مره على حسب يعني على قد كل واحد وعلى قد تجيبو، باش من النهار اللي كتبغي تتزوج كتلقى عندها كل شيء، يعني ما كتبقاش محتاجه لحتى شي حاجه. ودابا راكم عارفين المغرب كله دابا ولاو كيديروا اللبسه ديال الشلوح. ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي ندير لكم اللبسه ديال الشلوح باش تشوفوا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. دابا نخليكم مع الصور بلا ما نكثر عليكم الهضره.
وهنا درت بكم جوله فالقصريات ديال تيزنيت وخديت كاع داكشي اللي خاصني. دابا غنديكم للدار باش نشارك معكم داكشي كله اللي خديت. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. خليوكم دابا معايا باش نمشيو للدار وغادي نشارك معكم داكشي اللي خديت. دابا خرجنا من القصريات وغادي للدار. وهادو هما المشتريات ديالي اللي خديت من تيزنيت. هذاك سميتو احلاب كيحطوه في العنق ديالهم ديال النقره مطبوعه. وهادو النبالات جوج النبالات ديال النقره حتى هما مطبوعين. والصمطه ديال النقره حتى هي مطبوعه وكلهم عندهم الريسيبو ديالهم بحال لو سكونترينو باش الى جاب الله خرج شي ديفو ولا شي حاجه كترجعوها ليه. وكاين هذاك سميتو هذاك يسلسل اللي كنحطو على الراس كنزينو بها الراس. دابا غادي تشوفوا في الصور. وهنا درت لكم اللبسه ديال الشلوح، لبست القفطان ديال الشلوح ودرت الدال ودرت الصمطه ديالي ودرت حلاب ودرت حناقه حتى هي اللي عطاتني جده الله يرحمها. Oh.